مسلسل وراء الشمس للمخرج سمير حسين، نعم، نوجه له تحية صديقي. وصل للإيمي أوردز، نعم. تعتبري أنه هو نقلة نوعية عالمية بتاريخك بالسي في عندك؟ هلا بالنسبة لوراء الشمس ما وصل للإيمي أوردز اللي راح، هو وصل أخذوا الجائزة هنا، إيه؟ بس أخذنا نحن الجائزة من وزارة الإعلام هون فيما بعد يعني كرمونا، وأنا حزت على جائزة بالنسبة لدوري اللي لعبته. بقدر أقول لك أنه كان العمل منهك، لأنه أنا طبعاً الأستاذ بسام كوسة طبعاً بنوجه له تحية، أكيد لعب شخصية التوحد الكبير، بس وأنا لعبت شخصية أم لابن منغولي. ما فيك تتخيلي مدام أمل قديش الأمر متعب، أنا أرهقت ومرضت حتى. ليش؟ لأنه أنت لما تتعاملي مع ممثل محترف ايه؟ بتعرفي أنه في كيو عندك بدك تقولي عندي جملة معينة. تمام. علاء كيف كان؟ علاء كان الله يرحمه طبعاً، الله يرحمه. كان هنن قلب جدا نابض بالحياة، جدا جدا، ويصابوا بنوبة قلبية هن. معظم وفياتهم طبعا هي بعد دراسات من أطباء يعني أخذناها، يصابوا بمرض القلب بالدرجة الأولى. لما بلشنا نشتغل بيتنا الأساسي، أنا خلقت شوي هيك بيني وبينه علاقة ود لحتى يكون على الشاشة حقيقي يعني. فصار بيدخل الصبح بيقول لي مرحبا ماما، كيفك ماما، صباح الخير. ايه وصلت حتى من الشاشة. ايه يعني هذا انا حاولت اعمل هذا الود بمساعدة الاستاذ طبعا سمير حسين، بانه قبل ما نبدا العمل يكون في شوية علاقات بيني وبينه لحتى يقدر يعني بجوز ما يحبني، يعني بجوز يرفضني، فما بدنا هذا الشيء يطلع على الشاشة، ما بدنا يطلع على الشاشة. فشوي تولف علي وقت التصوير المشكلة، لما انا في عندي حوار انا وياه، بمجرد ما احضنه وحطه على راسه على كتفي وقول الجمله بده يجاوبني، بعدها بينام. بعدها بينام ما بيعطيني الجمله ابدا، ما بيعطيني الجمله. حنونين بشكل فظيع، فهاد اتعبني نفسيا، اتعبني روحيا، اتعبني جسديا العمل جدا. ما بيقدر يعطيك الكيو، ولما بينام وبيحس باطمئنان ما عاد يعطيك شيء، خلص غفي. فبتستنوه لحتى يفيق. فيقول لي الاستاذ المخرج استاذ سمير، يقول لي شو عملتي له؟ قال له ما عملت له شيء استاذ، بس انا عم حطي الجمله، حطيت راسه على كتفي، حضنته بس يعني، بس هي بس نعم. لاهله الصبر والسلوان، وله الرحمه من رب العالمين. بين قوسين بس للتصحيح، بانتظار الياسمين، في انتظار الياسمين المسلسل السوري المهم للمخرج سمير حسين، هو اللي وصل للإيمي أوردز فقط. نعم. للهيك. نعم.